هل يعتبر حكم التحكيم نهائي ولا يجوز تصحيحه؟ حسب قانون دولة الإمارات هذا الكلام غير صحيح، إنما يجوز تصحيح الحكم بإجراءات حددها القانون لتصحيح الأحكام. السؤال: إذا كان الحكم التحكيمي قد تجاوز ما اتفق عليه الطرفان، فما حكم هذا التجاوز؟ إذا كان بالإمكان فصل هذا التجاوز عن الحكم، فيعتبر الحكم فيما اتفق عليه الطرفان صحيح، وما تجاوز عنه الحكم يعتبر باطل.